وللمزيد حول التهديدات التي تواجهها الأوقاف السنية في العراق بعد اتفاق تقاسم الأوقاف، ينضم إلينا الدكتور ثامر البراك المتخصص في الفقه الإسلامي المقارن عبر الهاتف من صلاح الدين. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. دكتور، بحسب إجابة الإنقاذ والتنمية هناك جولات متكررة يقوم بها الوقف الشيعي في عدد من المدن والمناطق المنكوبة تستهدف الأوقاف السنية في تلك المدن والمناطق، ما دواعي الخوف برأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم وعلى المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. في البدء نحذر من أن اغتصاب الأوقاف قد يجر البلاد إلى كارثة لا تبقي ولا تذر، لأنه سيثير النعرات الطائفية ويسرع من وتيرة التغيير الديمغرافي ويشجع على نهب الثروات الوطنية. هذه التحركات تصب في هذا الحوض، فديوان الوقف الشيعي للأسف يلعب دورا خطيرا في اغتصاب الأوقاف الإسلامية تحت غطاء من أمانة مجلس الوزراء وبالاستعانة بميليشيا الحشد، ولا يمتلكون أي دليل ولا حجة تاريخية سوى الأسماء. مسجد يحمل اسم شخصية من أهل البيت الكرام عليهم السلام يدعون أنه تعود ملكيته إليهم، مقام يحمل اسم واحد من أهل البيت رجل أو امرأة يدعون ملكيته لهم، مع أن أهل البيت هم رموز لجميع المسلمين من السنة والشيعة. الإمام علي بن أبي طالب إذا كان له مقام أو مسجد يحمل اسمه في الموصل أو صلاح الدين أو الأنبار أو غيرها، لا يعني هذا أنه يجب أن يتحول إلى ملكية ديوان الوقف الشيعي. كذلك من الأملاك القديمة المعروفة هناك أملاك تعود إلى أهل البيت، ومعلوم مثلا أن الإمام علي الهادي، الحسن العسكري، محمد الجواد، موسى الكاظم هم من أهل المدينة المنورة، هم من عند المسلمين السنة، هم من أهل السنة على المذهب المالكي، هم حجازيون مدنيون جاءوا إلى العراق في زيارات أو استدعاء من قبل الحكومة في ذلك الوقت، وكانت وفاتهم في العراق. معلوم أن الإمام علي، الإمام الحسين، الإمام العباس رضي الله عنهم أجمعين هم حصة جميع المسلمين. لم يطالب السنة بإدارة مشتركة مثلا للإمام علي، للإمام الحسين، لأخيه العباس، لم يطالبوا بذلك مع أنه حق من حقوقهم. للأسف هناك عملية تغيير ديموغرافي في العراق. طيب دكتور ثامر، في هذه النقطة بالذات، في هذه النقطة يعني الأهالي في تلك المدن يقولون إن الوقف الشيعي يهدف من جولاته البحث عن آثار ومقامات يعتقد أنها مرتبطة بآل البيت، ألا توجد خرائط أو سجلات منضبطة تحدد هذه المراقد والمقامات، لا سيما وأن هذه المراقد لها أكثر من 1000 عام، بمعنى أنها معروفة للجميع؟ ديوان الوقف الشيعي نعم يحاول أن يسيطر على جامع النبي يونس مثلا، مع أن النبي يونس عليه السلام هو رمز لجميع المسلمين سنة وشيعة، وهو بإدارة المسلمين السنة من قديم الزمان، والحجج الوقفية تدل على ذلك. ديوان الوقف الشيعي يريد السيطرة على جامع النبي شيد بدون أي دليل، سوى أنه كانت هناك اعتداءات من منظمات وقوى ظلامية، وهذه المنظمات والقوى الظلامية لا تمثل السنة ولا الفقه السني ولا تمثل أبناء المناطق التي فيها هذه المساجد أو المقامات أو الجوامع. هناك مساجد معروفة الحجج الوقفية، مثلا هناك مسجد يحمل اسم بنات الحسن أسسته عائلة شهيد وهي من قبيلة الخزرج
التي تعيش في الموصل منذ الفتح الإسلامي، وهي عائلة سنية ولديها حجج وقفية بهذا المسجد. فكونه يحمل اسم بنات الإمام الحسن عليه السلام هذا ليس دليلا على أنه يجب أن تعود ملكيته للوقف الشيعي، بل الدليل هو حجيته والواقع الاجتماعي الموجود. كذلك مثلا هناك ثارات مع أبناء المدينة، مدينة الموصل الأبية، مثلا ساحة التظاهرات في أيام التظاهرات التي نظمت في المناطق الغربية يريدون السيطرة عليها لأسباب سياسية، لأن الأصوات الحرة انطلقت. دكتور ثامر، هل نفهم من هذا الكلام أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى الوقف الشيعي حكر على شيعة العراق ولا رمزية لهم لدى السنة؟ أهل البيت عليهم السلام لهم محبة وتعظيم وإجلال عند المسلمين جميعا، والسنة ينظرون إليهم نظرة متوازنة ونظرة كلية، وهم يعتقدون أنهم الأولى بهم. وأهل البيت عندما نرجع إلى تاريخهم نجد أنهم من أهل السنة وفقا للكتب السنية، نعم، وهم من المسلمين كما هو معلوم. وعندما يدعي ديوان الوقف الشيعي أنهم للشيعة ويخالف بذلك حتى آراء الشيعة أنفسهم، ديوان الوقف الشيعي هناك أغراض لتحركه هذا. أولا التغيير الديموغرافي، تغيير هوية مدينة مثل الموصل، تغيير هوية مدن أخرى. ثانيا هناك أغراض اقتصادية، ديوان الوقف الشيعي يريد أن يسيطر على مواقع دينية. طيب دكتور، رئيس الوقف السني وكالة سعد كمبش يقول إن الأحزاب تجاوزت على 23 ألف دونم و400 بيت تابعة للوقف السني، من المسؤول عن حماية واسترجاع هذه الأراضي برأيكم؟ تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والشرعية وتتحمل المسؤولية التاريخية هذه الحكومة وديوان الوقف الشيعي وكذلك ميليشيا الحشد التي عمليا هي التي تضع اليد على كثير من هذه الممتلكات، ويتحمل المسؤولية أيضا إدارات الأوقاف السنية والشيعية وكذلك المجتمع الدولي الصامت، جامعة عربية، منظمة مؤتمر إسلامي أو التعاون الإسلامي وحتى الأمم المتحدة، لأن هذه مرافق ثقافية ومرافق ومنشآت عامة للخدمة الاجتماعية وللخدمات الصحية، نعم، وكذلك لإعداد قوة للأمة وغير ذلك. هذه المرافق العامة التي هي الأوقاف لجميع أفراد المجتمع حتى من غير المسلمين. الأوقاف هي في الأصل هي ممتلكات خاصة، نعم، حولها أصحابها إلى ممتلكات عامة من أجل خدمة المجتمع، تبرعوا بها، هي تبرعات، هي أعمال تطوعية، هي نشاطات خيرية، لكن من أجيال قديمة والآن يضعون اليد عليها، نعم، هي جريمة اغتصاب يقومون بها. هذه الحكومة مسؤولة وكذلك جميع الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال، نعم، مسؤولة عن ذلك لأن لها يد في ذلك. نعم، المتخصص في الفقه الإسلامي المقارن الدكتور ثامر البراك، كنت معنا عبر الهاتف من صلاح الدين، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في العراق اليوم.